قالوا سحرانك بها قالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبع بما ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا أتنا عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرون بالحسنة السيئة ولهم مما رزقناهم ينفقون وإذا سألوا الله وأعرضوا عنه قالوا لنا أعمالكم وأعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخلص من أرضنا أولم نمكن لك الحرم الآمن أيضا إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثر لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم نسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك بالقرى حتى يبعث في أمها رسولا عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفمن وعدناه وعد أحسن سوف نلقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فيرضى يوم القيامة من المنظرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا الذين أغوينا وغيناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وضل العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون أما من تاب وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يقضي ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكسر صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.